نستمر مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة في برنامج جلسة الأعمال، وفيه العديد من أخبارنا الاقتصادية وأخبار العالم كذلك، وبالتأكيد أخبار النفط وأسعار النفط والعديد من التحليلات إن شاء الله سيصحبنا في جولتنا لهذا الصباح. عبر الهاتف سيكون معنا إن شاء الله الدكتور عبد الله الخاطر، رئيس تنفيذي لشركة الأمل للاستثمار القابضة، وسينضم إلينا لاحقا أيضا من البورصة القطرية السيد مراد ملاح الخبير الاقتصادي. نبدأ بأهم أنبائنا، حيث وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والمتعلقة بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك. قامت الهيئة العامة للجمارك بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر. وذكرت الهيئة أنه تم إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية، وتتضمن الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء اللحوم والأسماك والألبان والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها. أما المستلزمات الطبية فتتضمن كمامات الوجه ومعقمات ومنتجات الصابون والمنظفات ومناديل التعقيم ومستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي. وأفادت الهيئة العامة للجمارك بأنه تم التنسيق بينها وبين وزارة التجارة والصناعة في حصر السلع الغذائية والطبية لتنفيذ الإعفاء المشار إليه، حيث قامت الوزارة باعتماد قائمة تتضمن مسميات الأصناف الغذائية والطبية التي تم تطبيق الإعفاء عليها، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على هذه الأصناف من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة. ونذهب مباشرة إلى الدكتور عبد الله الخاطر. دكتور، كيف تنظر أولا إلى تفعيل هذه الإجراءات والتي تضمن العديد من الانعكاسات على السوق المحلي، سواء في السلع التي تم دعمها وتتجاوز 900 سلعة، وتتضمن أيضا العديد من كان سلع غذائية أو حتى سلع في المجال الصحي أو الطبي، وهي التي يكثر عليها الطلب في هذه الأيام؟ طبعا طبيعة الوباء كورونا وأسلوبه في التعامل مع طبع المجتمعات كان حقيقة واضح من قبل حوالي شهرين وشوية، ولكن طبعا كبشر أخذنا فترة لندرك إلى أي مدى الفيروس هذا الحقيقة سريع وسهل وممكن أيضا يسبب مخاطر كبيرة للمجتمعات بشكل عام. اللي شفناه الحقيقة إحنا طبعا بصفتنا مستثمرين على مستوى العالم شفنا كثير من الدول وما قامت فيه خلال مرحلة، والكل طبعا متابع، ولكن طبعا طبيعة عملنا كمستثمرين نرى عن قرب إلى أي مدى كل دولة وكل مجتمع وإلى أي مدى كان أيضا ناجح في معالجته لآثار كورونا. الحقيقة يعني أنا أبدي إعجابي الحقيقي بما تم خاصة عندنا والحمد لله بقطر، لأنه رأينا الجرأة، رأينا الإرادة، رأينا أيضا الحزم بسرعة واتخاذ القرارات ودعم الاقتصاد. الحزمة الاقتصادية اللي طبعا قدمتها الدولة للمجتمع وللاقتصاد أمنت الاقتصاد لمدة 6 شهور تماما، وأيضا الحقيقة عالجت مفاصل الضعف اللي ممكن كان من خلالها كورونا يسبب طبعا مشاكل كبيرة للمجتمع، بحيث أنه خاصة في الحدث هذا يختلف عن كثير من الأحداث ما قبله، إذا 2008، إذا النفط، إذا الأزمات في الماضي. الأزمة هذه الحقيقة تعطل الاقتصاد الحقيقي، لذلك عندما الحقيقة شفنا الحزمة، حزمة قطر بالأسلوب اللي تمت فيه واللي عالجت فيه جانب التكلفة خاصة بالنسبة للمعتقدات بالنسبة للاقتصاد،
المنصات كانت مباشرة وحجمها الأكبر على المستوى العالمي. رأينا أكبر اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الأمريكي يضع حوالي 2 تريليون، مبلغ كبير جدا جدا، ولكن 2 تريليون تقريبا 10% من الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي. ال 75 مليار في قطر تغطي أكثر من 50 إلى 60% من حجم الاقتصاد، لذلك من 10% إلى 60% تقريبا قطر قدمت في الحزمة بس 3 أمثال أكبر دولة في أو أكبر اقتصاد على المستوى العالمي. إذن المدى والعمق والحجم والفترة الزمنية لمدة 6 شهور كل الحقيقة تميز الحزمة، وطبعا ما أيضا صاحب الحزمة خاصة من علاجات لمفاصل الاقتصاد اللي ممكن تتضرر أكثر، وأيضا الجوانب الأخرى اللي تحتاج دعم من أجل دعم أيضا مجهود الدولة ومجهود المجتمع، خاصة إذا كان في الغذاء، إذا كان في الجوانب الأخرى. نعم. النظافة، التنظيف، السانيتايزيشن، كلها في المجمل الحقيقة تأمن الاقتصاد وتأمن المجتمع. والجميل أيضا في الحزمة الحقيقة أن ما تنظر للعلاج فقط ولكن تنظر لما بعد العلاج، يعني 6 شهور أكثر من كافي. نتوقع أنه يظل موضوع الكورونا يمكن لمدة 6 أسابيع. نعم. إلى 8 أسابيع قادمة. واضح الآن دكتور. طبعا أوروبا في الذروة، بعدها أمريكا، لكن الحزمة تؤدي إلى دعم الاقتصاد في حال الرجعة للإنتاج. نعم. سيد مراد صباح الخير. يعني تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بدأ الشروع يعني في حزمة من القرارات المحفزة والإجراءات لمكافحة انتشار وباء كورونا. اليوم نتحدث عن أكثر من 905 من السلع التي دخلت في أكثر من قطاع، قطاع الطبي، المستلزمات الطبية، والمستلزمات أيضا أو السلع الغذائية. اليوم الحديث أكثر من قبل المتابعين عن أيضا تأثير من جانب آخر على أسعار هذه السلع، هذا الإجراء الذي المتعلق بإعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر سيضمن بالتأكيد استقرار أسعارها، ما لا يؤثر على المستهلك، وهذا هو هدف الحكومة. كيف تنظر إلى هذا الإجراء؟ أسعد الله صباحك أستاذ مروان، تحية لك ولمشاهدي تلفزيون قطر الأعزاء. فعلا قرار سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنما هو تجلي واستمرار لسياسة سموه التي عبر عنها في توجيهاته التي أصدرها إزاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بقيادة سموه في تاريخ 14 مارس المنصرم، وكان قد أكد سموه على ضرورة ألا تؤثر الإجراءات المتخذة لمحاصرة الوباء بشكل أو بآخر على المواطن والمقيم على حد سواء. اليوم هذه القرارات ستسمح لا محالة بإيجاد هامش من الأريحية لامتصاص أي ارتفاع متوقع في أسعار المواد الأساسية، خاصة ما يتعلق بالغذاء والدواء، الأسعار وارتفاعها وتذبذب سلاسل التوريد. هذا متوقع جدا. هذه القرارات، هذه الإعفاءات الجمركية من شأنها أن تمتص هذه الزيادات حتى لا يتأثر المستهلك في السوق القطري بهذه التقلبات لا قدر الله. أريد أن أشدد فقط، أريد أن أنوه أن ما أشبه الأمس بالبارحة لما قال سموه أبشروا بالعز والخير، إنها فلسفة حكم، إنها فلسفة قيادة رشيدة، ليست مجرد عبارة. ما يحدث اليوم من إجراءات كله يصب تجاه تجنيب المستهلك في السوق القطري ما أحدثه وباء كورونا من تذبذب وغلاء وانحصار أيضا في كثير من الأسواق. طيب، بدأ مشاهدة الكرام العديد أيضا من المجمعات الغذائية تطبيق تعليمات وزارة التجارة والصناعة ذات الصلة بإجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19 بالتزامن مع امتلاء هذه المجمعات لجميع أصناف المواد الغذائية. إجراءات الوقاية التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة محلات الأغذية باتخاذها هي إحدى الطرق الناجعة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 مع ضمان استمرار سير الحياة العامة للناس دون ارتباك. العديد من المجمعات الغذائية أخذت هذه الإجراءات على محمل الجد،
يباشر هذا العامل تعقيم عربات التسوق قبل إدخالها إلى المجمع لاستخدامها من طرف المتسوقين. وفي الداخل تم وضع علامات أرضية لتنظيم صفوف المشترين بطريقة تحترم المسافة الآمنة بينهم، كما وضعت الإرشادات التوعوية حول الفيروس في مختلف أقسام المجمع الذي يلزم عماله بوضع القناع والقفازات أثناء ممارسة عملهم. رفوف المجمع تغص بالبضائع والمواد الاستهلاكية المختلفة مع وجود أعداد معتبرة من المتسوقين، ويؤكد القائمون على المجمع هنا وجود ما يكفي من هذه المواد وغيرها في المخازن الخاصة بهم. نذهب إلى البورصة القطرية ونستعرض وإياكم افتتاحات البورصة في هذه اللحظات، ونبدأ بالمؤشر العام الذي يسجل في هذه اللحظات مستويات 8281 نقطة. الشركات الأكثر، هذا هو إذن المؤشر العام، 8292 نقطة. أكثر الشركات ارتفاعا في هذه اللحظات قطر للتأمين، تتصدر الشركات المرتفعة بنسبة وصلت اللحظة إلى نسب قريبة من 5%، الارتفاعات عند 2.15 ريال. المناعي ثاني الشركات من ناحية أيضا الارتفاعات، فاقت 4.5% من ناحية الارتفاعات، 3.18 ريال. الكهرباء والماء 13.78 ريال، بأكثر من 4% ارتفاعات. ولدينا أيضا الدولي الإسلامي الذي يسجل 7.14 ريال مع حوالي 3% ارتفاعات. وهناك طبعا شركات أخرى، أريدو في المرتبة الخامسة، ومسعيد في السادسة، والميرا أيضا ارتفاعات، وصناعات قطر والمصرف الإسلامي والمتحدة للتنمية. الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض، أكثرها كان في البنك التجاري الذي يسجل 3.87 ريال بأكثر من 5% انخفاضات. ملاحة تسجل 4.71 ريال أيضا تنخفض قريبة من 5%. بلدنا ثالث الشركات، 91 ريال بحوالي 2% انخفاضات. والسلام تحدث عن 23 ريال مع انخفاضات بنصف في المئة. أكثر الشركات من ناحية النشاط الوطني، ومن ثم البنك التجاري، المتحدة للتنمية، وشركة أريدو، وأيضا مصرف الريان. هذه أكثر الشركات من ناحية النشاط. دكتور عبد الله، اليوم موضوع أيضا من المبادرات، تحدث اليوم عن 10 مليارات ريال وجهها حضرة صاحب السمو بدعم البورصة فيها، وجه طبعا الصناديق الاستثمارية للاستثمار في البورصة القطرية، وحسب رأي المتابعين والمحللين بأنه هذا المبلغ كفيل بأن يبقي البورصة القطرية في حالة استقرار حتى نهاية هذا العام. ما مدى تأثير فعلا دخول هذه السيولة إلى البورصة القطرية وخلقها لحالة من الاستقرار النفسي أقل على المستثمرين وأيضا على السيولة في البورصة القطرية؟ أبقاها الحقيقة متماسكة بشكل متفرد على المستوى العالمي. رأينا الانهيارات، رأينا التراجعات، رأينا غياب السيولة، لم نرى السيولة خلال 3 أشهر الماضية إلا البارحة بعد ما سكرت السوق بسبب عدم القدرة على الموافقة على الحزمة الأمريكية، يمكن اليوم يوافقوا عليها. البارحة الفيدرالي فتح الأبواب للسيولة، فبدأت البنوك تصلها السيولة. يعني خلال أشهر لم تكن البنوك العالمية لديها سيولة. الاقتصاد القطري كان ينعم بكل السيولة اللي يحتاج، ليست فقط مثل حديثنا، يعني بعد حديثنا عن الحزمة ومدى الحزمة وعمق الحزمة وأهمية الحزمة والغطاء الكبير اللي قدمته الحزمة، ولكن أيضا بالنسبة للبورصة وما خصص للبورصة من سمو الأمير والدولة والسرعة الحقيقة اللي كان يعني لافت للانتباه، السرعة وعدم التردد. رأينا في كثير من البلدان أصحاب القرار في تردد، في تمعن، في تفكير، في نقاش، في حوارات. رأينا دولة قطر الحقيقة تتحرك بشكل سريع. فاجأني الحقيقة السرعة اللي تم فيها معالجة كل ما كان الاقتصاد قد يواجه من إشكالات، ومن ثم وجه حزم معينة لمفاصل أساسية مثل البورصة
ومثل 10 مليار ريال اللي قدمت دعمت البورصة، ورأينا البورصة تقدم أداء فريد الحقيقة على مستوى البورصات والمؤشرات العالمية، وهذا شيء يعني هذا شيء تاريخي ما تم الحقيقة في قطر. الأسلوب اللي تم راح يظل ناصع وتاريخ ناصع في تاريخ قطر. مراد، يعني مع وجود هذه السيولة وإمكانية فعلا الدخول فيها خلال الأسابيع لربما الأشهر القادمة تبعا لكل الصناديق التابعة للحكومة، أي حالة من الاستقرار ممكن أن تنعكس على قرارات المستثمرين بالدخول في هذا الوقت بالنسبة للبورصة القطرية؟ أي فرص استثمار؟ هل فعلا يعني بالتأكيد هناك فرص استثمارية في البورصة اليوم مع الأسعار التي وصلنا إليها، ولكن يبقى يعني التريث هو سيد الموقف، والمتابعة الأسواق الخارجية وأسعار النفط هو من يحدد اتجاهات المستثمرين في هذه الأيام كما تعلم، ولكن كيف يمكن أن تساهم هذه السيولة التي أقرت بعشرة مليارات ريال في فعلا أن تعزز من ثقة المستثمرين وتخلق فعلا حال جديد بالنسبة للأسعار؟ أستاذ مروان، السيولة التي ضخت مطمئنة على مستويين اثنين، على المستوى المحلي لأنها سمحت بإن صح التعبير احتواء هالة الهلع التي تصاحب وباء كورونا في مختلف الأسواق الدولية، لذلك حققت البورصة القطرية شيئا من الاستثناء. أيضا نشيد بسلوك المستثمرين حيث لم نلاحظ ذلك الإحجام، ذلك التخوف الذي للأسف ربما قام به العديد من المستثمرون، العديد من المحافظ المالية في مختلف الأسواق العالمية. المهم أيضا في حزمة 10 مليار التي وجه بها سمو الأمير في بورصة قطر هو رسالة إيجابية أيضا للأسواق الدولية، ستشكل لا محالة عامل جذب للسوق القطري، أرسلت رسالة جيدة جدا أن هذا السوق يخضع لأخلاقه، هذا السوق خلفه قيادة في البلد تحاول أن تجنبه الكثير من الخسائر. اليوم الحكومة القطرية تبدو عازمة أكثر من أي وقت مضى على صون السوق المالي في قطر وتجنيب الشركات والأفراد أي خسائر متوقعة. السيولة أخي مروان ستسمح بامتصاص الارتدادات التي تقوم بها الأسهم كرد فعل طبيعي على وباء كورونا من جهة، وكما أسلفنا في عديد التدخلات ما يحدث من معركة خاسر بين قوسين بين المملكة العربية السعودية وروسيا في قضية أسعار أسواق النفط. شكرا كرام، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا أصبح التعقيم خط الوقاية الأمامي في مواجهة الإصابة بالعدوى، وبدت منتجاته من السلع نادرة نظرا للطلب المتزايد عليها، ولذلك تقوم عدة مصانع قطرية بزيادة إنتاجها من المعقمات الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلية. تتسارع وتيرة إنتاج المعقمات الطبية نوعا وكما لتغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة على تلك المنتجات نتيجة انتشار فيروس كورونا وما تبعه من حاجة مستمرة للتعقيم. خطط استعجالية في أجندة مصانع الأدوية المحلية في الفترة القادمة لمضاعفة الإنتاج بافتتاح خطوط جديدة وزيادة ساعات العمل. الوضع القائم طلب عالي جدا، وإحنا الحمد لله في قطر فارما زدنا الإنتاج، حاليا نشغل 24 ساعة بالنسبة للتصنيع، وأنتجنا منتجات جديدة ما كنا ننتجها في السابق على أساس بعض العلب أو الباكجينج ما تكون موجودة في قطر، فطورنا من الموجود عندنا كيف ممكن احنا نصنع. عندنا منتجات ننتج منها مثل الايزو باكت، ننتج من الامبول يمكن ما يقارب 300,000 امبولة في اليوم في 24 ساعة. النوعية قبل الكمية شعار ترفعه مصانع الأدوية القطرية لما تمثله هذه المنتجات الكحولية من خطورة في حالة الاستخدام الخطأ لها والإفراط منها، وهنا تجديد على الحصول على اشتراطات وموافقات الجهات المعنية لكل مادة تعقيمية تزود بها السوق المحلية. لا شك أن الطلب غير طبيعي، لكن احنا الآن عندنا أولا أن بسبب هذا الظرف قعدنا نفكر أكثر كيف أن احنا نوفر هذا المنتج، في نفس الوقت لازم نوفره بنفس الجودة، ليست يعني أن يستقل الوضع وأن أعمل أشياء لا تتناسب مع ترخيص المصنع ولا تتناسب مع هاي، لا، لأن إحنا السيرتيفيكت هذه إحنا نؤمن أن هاي السيرتيفيكت مهمة جدا، وهي أمانة أن إحنا لازم ننتج الدواء ولا ننتج المطهر هذا حسب الشهادة.
وزارة الصحة وعبر مؤسساتها المختلفة تحذر من الإفراط في استخدام مواد التعقيم والمنظفات على صحة المستهلك بتقديمها إرشادات صحية تفاديا للضرر. استراف والإفراط في الاستخدام محلول الكحولي ممكن يؤدي إلى نشفان بالجلد، ممكن الأمراض الجلدية، بالإضافة يوجد فيه بكتيريا اللي هي الطبيعية أصلاً على جلد الإنسان، ممكن هاي البكتيريا اللي تدافع عن جسم الإنسان ممكن تتأذى. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية وفي انتظار وفرة مواد التعقيم والكمامات، من المنتظر أن تعوض المنتجات الوطنية النقص الحاصل في المنتجات المستوردة من الخارج. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حددت الحد الأقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات في الدولة، وأعلنت مكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعارها وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه المنتجات وبأسعار مناسبة. أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نقل 320 طنا يوميا من البضائع العامة والمواد القابلة للتلف والصناعات الدوائية، وأكدت الناقلة الوطنية أنها لا تدخر جهدا لتحديث حجوزات المسافرين. وذكرت القطرية عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها تواصل جهودها لمكافحة فيروس كورونا. وقد قامت القطرية للشحن الجوي بنقل المساعدات الطبية العاجلة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشارت الناقلة إلى أن شركة القطرية للشحن الجوي تدعم التبادل التجاري العالمي، حيث تستمر عمليات الشحن على مدار الساعة عبر مطار حمد الدولي لنقل البضائع الأساسية ومنها الأطعمة الطازجة والمستلزمات الطبية، وذلك إلى جميع وجهات الناقلة حول العالم. أعلنت شركة الخليج للمخازن عن إعفاء أصحاب محال البيع بالتجزئة في المنطقة من الإيجار لمدة 3 أشهر اعتبارا من 16 من مارس الجاري. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل جميع الشركات التي تندرج تحت فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دعم في شكل تخفيض بنسبة 15% على الإيجار لمدة 6 أشهر تبدأ من 6 من الشهر الجاري. ويأتي هذا الإعلان بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية مناطق، ويتوافق مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في معالجة التبعات المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. دكتور، يعني خطوات إيجابية نلحظها سواء من القطاعات الحكومية استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واليوم بدأنا نشهد زخم أقوى للقطاع الخاص في إعفاء مجموعة كبيرة من المستثمرين لمدة 6 أشهر من إيجاراتهم، شركة المخازن آخر هذه الشركات. وهناك كما استمعت خلال الأيام الماضية مجمعات تجارية، أصحاب مشاريع، رجال أعمال قاموا بإعفاء المستثمرين. مطلوبة مثل هذه الخطوة في هذه الأيام حفاظا على يعني مصالح المستثمرين لمواجهة التداعيات السلبية نتيجة إغلاق محالهم وإيقاف أعمالهم. وهذا الحقيقة الجانب الموضوعي عادة في إدارة المؤسسات، في إدارة أيضا المنشآت، أنه أصحاب المنشآت أصحاب الأعمال لابد يأخذوا في الحسبان أيضا إمكانية وقدرة صغار رجال الأعمال، الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، لأن المصلحة العامة وحده. قدرة أيضا الشركات المؤسسات الكبيرة على الاستمرار تعتمد أيضا على أصحاب الأعمال وأصحاب المبادرات، الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، لأن اليوم أهم شيء بالنسبة للاقتصاد اللي هو المحافظة على الكيانات الاقتصادية الموجودة لحد ما نعدي المرحلة الصعبة ومن ثم تبدأ عجلة الاقتصاد. المرحلة هذه تتطلب منا كلنا الحقيقة، الكل، التعاون بقدر إمكاناته، بقدر أيضا استطاعتهم خلال المرحلة هذه، وهذا اللي شفناه الحقيقة. ويعني يمكن الاقتصاد القطري أفضل اقتصاد معد لمرحلة مثل هذه ما بعد الأزمات وما بعد الحصار. جهز، كان الاقتصاد على جاهزية. رأينا أيضا معظم المحاور المهمة اللي تم الحقيقة العناية فيها وتعزيزها في المرحلة الماضية رأيناها اليوم تقدم الحقيقة حزمة من الخدمات ومن المنتجات، يعني وضعت المستهلك ووضعت المواطن والمقيم
في مجال راحة كثير من البلدان كان يفتقدها. ورأينا أيضا أن يمكن من خلال أيضا الكورونا أنه أيضا الجوانب اللي ركزنا عليها ما بعد الحصار تظل مهمة وأساسية، إذا كان الاعتماد على الذات، إذا كان الأمن الغذائي، كل ما كان أيضا جاهزية الدولة، أجهزة الدولة، آليات الدولة، كلها الحقيقة عملت بشكل غير مسبوق على واضح المستوى دكتور. العالمي، والنجاح إن شاء الله يعني واضح بإذن الله. نعم، أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية ملاحة توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 30 درهما قطريا للسهم الواحد. وبلغ صافي أرباح شركة ملاحة لعام 2019 547 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم 48 درهما قطريا. كما صادقت الجمعية العامة خلال اجتماعها على النتائج المالية المدققة للشركة عن العام المالي الماضي وعلى كافة البنود الواردة على أجندة الاجتماع. استأجرت السعودية أسطولا من السفن لغمر السوق بكميات إضافية من الخام، لكن شركات التكرير مترددة في قبول الشحنات نظرا لأن العملية رفعت تكاليف الشحن لمستويات فلكية، وقد تعجز المملكة من جراء ذلك عن تصريف عشرات الملايين من البراميل المحملة على متن سفن راسية باهظة الثمن والتكلفة في ظل انهيار الطلب على النفط بفعل فيروس كورونا وفقدان الأسعار العالمية أكثر من نصف قيمتها مقارنة مع بداية العام. وقالت مصادر بقطاع الشحن لرويترز إن السعودية حجزت عددا كبيرا من الناقلات العملاقة تصل عددها إلى 25، واستأجرت بشكل مبدئي 15 سفينة أخرى لإرسال النفط إلى عملاء جدد وقدامى بهدف إزاحة روسيا. هذا وتسببت حمى استئجار السفن في زيادة ضخمة في أسعار الناقلات، ما دفع المملكة إلى إخطار المشترين بتخليها عن سياساتها المعتادة بتقديم تعويض عن القفزات في أسعار الشحن، ما قلل من جاذبية الخصومات السعودية الكبيرة. وقالت أربعة مصادر تجارية لرويترز إن عددا من شركات النفط الأوروبية الكبرى وشركات التكرير تخوض محادثات مع أرامكو لمحاولة خفض مشتريات أبريل نيسان. سيد مراد، يعني في بداية انخفاض أسعار النفط انظر إلى تلك الحالة من تسابق لشراء النفط السعودي والذي يباع بسعر بخس لملء الخزانات الاحتياطية للعديد من الدول. في أقل من أسبوع لاحظ اليوم مع ارتفاع كلفة الشحن وكلفة التأمين أصبح السوق أو أصبح النفط السعودي لا يوجد من يشتريه. إلى هنا يعني وصلت الأمور، أن يعرض النفط بهذه الأسعار البخسة ولا أحد يشتريه. أستاذ مروان، الظاهر الوحيد الذي يمكن فهمه من الإجراءات السعودية المتعلقة بسياستها في النفط هو أن هنالك إصراراً على إزاحة روسيا من بعض الأسواق، خاصة تلك الأسواق التي استحوذت عليها في الفترة الأخيرة. الجدير بالذكر، اللافت للانتباه أيضاً، أن هذه السياسة ستتسبب في خسائر فادحة متتالية متلاحقة للمملكة العربية السعودية وحلفائها. في اعتقادي المتواضع أن الوحيد الذي بإمكانه أن يكبح جماح هذا التوجه السعودي نحو إغراق سوق النفط العالمي في ظل عدم وجود طلب أصلاً، هناك العديد من المصانع المتعطلة، هناك شح أيضاً في الموارد المالية لعديد الدول المستوردة. الذي سيكبح جماح هذه السياسة في اعتقاد المتواضع هي شركات الطاقة الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت تتضرر فعليا من نزول أسعار النفط باعتبار أن سيتسبب لها في خسائر، هي أيضا خاصة شركات الصخر الأمريكية. فنحن صراحة أمام سيناريو لم يكن يخطر على بال أحد، إلى أين تتجه الأسعار أكثر من التدهور التي وصلت. ناهيك أستاذ مروان عن الخسائر التي تتكبدها العديد من اقتصاديات الدول الحليفة المملكة العربية السعودية، أقلها الدول العربية التي ستضعها هذه الأسعار في مأزق لا أول ولا آخر له. نعم، في هذه الأثناء مشاهدي الكرام، توقع بنك UBS تراجع الطلب على النفط هذا العام بما يتراوح ما بين 1.5 مليون إلى 3 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي، كما خفض توقعه للطلب على الخام من 5 إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال مارس على أساس سنوي. وقلص البنك توقعاته للطلب على الخام بسبب تعطيل فيروس كورونا لسلاسل التوريد العالمية، و
ويعزز وفرة المعروض التي أن أثاره انهيار اتفاق أوبك بلس، كما خفض المصرف السويسري توقعاته لكل من خام برنت والخام الأمريكي إلى 20 دولار للبرميل بنهاية يونيو بدلا من التوقعات السابقة البالغة 30 دولارا. دكتور عبد الله، موضوع الطلب اليوم تتعطل عجلة الاقتصاد العالمية مع زيادة الدول، يعني فرض سيطرة أكبر على المرض بفرض حظر للتجوال، ما يعني إيقاف الحركة الاقتصادية، إيقاف المصانع، كل يبقى في بيته. اليوم ما هو مستقبل الطلب على النفط في هذه الأيام وخلال أبريل القادم في ظل وفرة كبيرة في المعروض بسبب إغراق السعودية للسوق النفطي؟ بداية نهاية أوبك كمنظمة ممكن تتحكم في العرض والطلب للحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي على نمط يقبل من كلا جانبي المعادلة. ما حدث الآن الحقيقة صعب يفهم على أساس أنه استراتيجية أو على أساس أنه مجرد ردود فعل، أو لكن الكل متضرر، وطبعا بلدان الأوبك أكثر المتضررين، ولذلك الاحتمال قدرة الأوبك على الاستمرار أو الوصول إلى اتفاقات مستقبلا راح تكون صعبة. الآن طبعا يبدو أنه بالنسبة للمملكة هم ينظرون لأكثر وجه الانخفاض هذا، راح يتوجه لأعضاء الأوبك خاصة إيران، أيضا راح يضر بالمنتجين النفطيين خاصة الزيت الصخري. نعم. طيب نذهب إلى أسعار النفط وسنعود إلى الدكتور. إذا انخفضت أسعار الذهب إذ يكدس المستثمرون السيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء. وتراجع الذهب إلى 1488 دولار بعد أن صعد 13% في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيافا خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة العشرين من أن الانكماش العالمي جراء فيروس كورونا المستجد قد يكون أسوأ مما كان عليه بعد الأزمة المالية في العام 2008. وذكرت في بيان أنها أبلغت وزراء المال وحكام المصارف المركزية بأن إمكانات النمو العالمي سلبية للعام 2020، وأنه يجب توقع انكماش خطير بخطورة الأزمة المالية العالمية إن لم يكن أسوأ. وفي العام 2009 تراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي ب6% بحسب أرقام لصندوق النقد، وتراجع في الاقتصادات المتطورة وحدها ب3.25% مقابل 4% لدول منطقة اليورو. واتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على تعليق العمل بقواعد التكتل الصارمة المتعلقة بضبط المديونية العامة في خطوة تاريخية تتيح لأعضائه الإنفاق من دون أي قيود من أجل التصدي لتداعيات فيروس كورونا. ويوقف هذا التدبير المؤقت عمليا الإشراف الوثيق لبروكسل على الإنفاق العام، وسيكون هذا التدبير محل ترحيب بخاصة في إيطاليا التي تعد أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثرا بالفيروس، والتي عادة ما تتعرض لضغوط ولاتهامات بانتهاك قواعد التكتل. ويتيح بند الهروب العام وفق ما اصطلح على تسميته للحكومات المرونة اللازمة لاتخاذ كل التدابير الضرورية لدعم صحتنا وأنظمتنا الحماية المدنية ولحماية اقتصاد دولها بحسب ما جاء في البيان. هذا كل شيء حتى اللحظة مشاهدي الكرام، سنبقى مستمرون إن شاء الله معكم في تغطيتنا الاقتصادية. نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله الواحدة بتوقيت الدوحة، نتابع من خلالها آخر الأخبار الاقتصادية وإغلاقات البورصة القطرية. كل الشكر لضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الخاطر، وكان معنا من البورصة القطرية السيد مراد ملاح. كل الشكر لكم وإلى اللقاء.